لا حادثة هذه الأيام إخواني أخواتي إلا الخبر اللي انتشر على النطاق واسع إخواني أخواتي، اللي هو محمد ترك طليق المغنية اللي كشف المستور وحاول أنه يفضح المغنية بخصوص الرشاوي اللي قدمتها لواحد مسؤول بمدينة مراكش. وهذا الرشوة إخواني أخواتي أو هذا المبلغ اللي توصل به إلى حدود 20 مليون سنتيم، على أساس باش يورطوا السيد تحفة من أجل إدخاله إلى السجن الودايع كباقي المتهمين على خلفية الحساب حمزة مومبيبي. هذا إن دل على شيء، إنما يدل إخواني أخواتي على أن هذه العصابة الحمزاوية تكن كل كره لهذا السيد تحفة اللي خرج هذه يومين ويخرج لعقله. صراحة هاد الناس اللي مازال كيقوم بهاد الأفعال الإجرامية لابد من إعادة النظر في الحكم اللي تلقاو هذه مدة سنتين، ونتنفذ في حقهم وكملوا، ومازال كيتماداو ومازال كيحاولوا أنهم ينتقموا منه أشد انتقام. هاد السيد تحفة إخواني أخواتي اللي هو معروف على المواقع التواصل الاجتماعي أسد، يعني اليوتيوبرز اللي كيحاول أنه يدافع عن المظلومين والمكلومين على غرار الأستاذ المديم الأستاذ المناضل الشريف. فبعد الخروج ديال الأستاذ محمد المديمي من سجل مولبرغي بأسفي، يعني بعد ما كان دوز على العقوبة يعني مقاسمة ما بين الودايا وسجن مولبرغي، يعني وجا يعني المنزل ديالو، وكما كتشوفوا يعني الجماهير الغفيرة اللي زارته في المنزل ديالو، الناس اللي كتحب الخير، الناس اللي كتدافع على المظلومين رجعوا حضروا. فكما هو معلوم إخواني أخواتي، السيد تحفة اللي كان جا من الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا هذه مدة أسبوعين تقريبا، واللي كان جا لمنزل السيد المديمي الأستاذ المديمي المناضل الشريف، يعني وكما شفتوا الاستقبال ديال هذا السيد، يعني بعد ما ذبحوا له الحولي وفرحوا به وكبروا به كذلك الأساتذة الكرام. هنا العصابة إخواني أخواتي اللي ما ترطاش لهم بهذا المعنى. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنوا أن هاد اليوتيوبرز، هاد الأسد اليوتيوبرز غيتم إلقاء القبض عليه من طرف يعني سلطات المطار، ولكن على عكس ما كانوا يظنوا، فالسيد يعني مرضي الوالدين ولد زمورية كما يقول، يعني جاء دخل يعني حتى واحد موقفه، هو اصلا مستعد انه يدخل السجن، ولكن عارف راسو راه غيكون مظلوم وينو شكون السبب في هذا السجن اللي هما العصابه الحمزاوي. فالمغنيه صراحه وكما جاء اللسان الطليق ديالها ياكد ان واحد 20 مليون سنتيم اللي تسلمه واحد المسؤول على اساس باش يغرقوا استاذ السيد تحفة ويدخلوا للسجن ويتهنوا منه. ولكن الخروج ديال تحفة اللي كان مفاجئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما شفتوا، واكد انه اللي مشى تحفة راه كاين تحفات بزاف، يعني الناس غينوبوا عليه، وهو مستعد يدخل للسجن في اي وقت لانه عارف راسو مظلوم، يعني والله ما كيضياش حق المظلوم، صراحه ما كيضياش الحق المظلوم. وهذا الشيء اللي كنتمنى من الله عز وجل ان العداله او المحكمه تعيد النظر في هذه الاحكام ديال هاد المتهمين في العصابه الحمزاويه اللي مازال كيتمادوا ومازال كيخرجوا ومازال كيتهموا الاستاذ المديمي هو السبب في هاد القضيه او في هاد الضجه اللي اثارت الراي العام المغربي وكذلك العربي. فاحنا اخواني اخواتي امام واحد صراحه ذا لوبي، راه ماشي غير عصابه، لوبي خطير اللي مازال كينشط بطريقه غير مباشره سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. اخواني اخواتي، ففي ظل يعني التساؤلات اللي كيطرحها المجموعه من المتبعين في قضيه محكمه النقد، اللي مازال ما شفنا حتى شي جواب، مازال ما شفنا حتى شي رد على هاد المحكمة النقد اللي هو يعني غيكون محكمة الحكم الحاكم والفاصل في القضية ديال المغنية اللي محكومة بسنة سجنا نافذا
ولكن كنشوفوا هذا التماطل اللي كي اللي صراحة كنشوفوه يعني، والجميع متفاجئ في هذا التماطل، ولا احد يحرك ساكنا. وهنا كتبين لنا ان هناك مسؤولين كيحاولوا انهم يطمسوا هذا الملف، كما جاء اللسان يعني المحامي ابو التغارات الله يرحمه اللي هو ابو 20، اللي كان ما مره كياكد المغنيه وكيقول لها بالحرف انها لن ولم تدخل للسجن لانها ليست طرفا في هذا القضيه ديال الحساب حمزه موم بيبي. وهنا فين كنطرحوا مجموعه من التساؤلات، علاش هذا الخروج المفاجئ ديال هذا المحامي اللي كيطعن وكيضرب في المصداقيه ديال المحكمه بعد ما حكمات على هذا المغني بسنه سجن نافذا، وكنتظروا الرد ديال محكمه النقد على اين. هنا يعني كنستنتجوا ان هناك اطراف كتدخل في هذه القضيه وكتحمي هذه المغنيه من دخول للسجن، وهذا كيجي بعد تصريحات ديال المغنيه في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك اليوتيوب، وقالت بالحرف يعني راكم كتحلموا راني ما غندخلش للسجن ابدا. يعني يكفي هذا الكلام وهذا التصريح الخطير للغايه. كذلك اكدت انها ما غتسكتش على حقها على حسب التعبير ديالها، وكتقول بالحرف اي واحد جبدني واي واحد قبل ما يجبد سميتي يعني يشيل فمه بالعسل عادي يهضر. هنا صراحة هذه الوقاحة، هذا الكلام اللي صراحة نحن كنتفاجئوا به دائما وابدا، هذا لا يليق بوحدة يعني فنانة. الا كنت فعلا فنانة، وحنا ما كنعتبروش فنانة، لانها صراحة كانت كتسير الحساب، حساب فيه كل ابتزاز، حساب فيه كل انتقام، حساب اللي طرف اعراض بعض الناس الضحايا، يا من كي اللي طلاق، كي اللي انتحار، كي اللي مازال كيعيش حالات عصيبة جراء هاد الممارسات ديال هاد الحساب حمزة مون بيبي. واليوم كنتفاجئوا يعني بالتماطل ديال محكمة النقد بالرد على هاد الحكم. فصراحة كنطالبوا السلطات العليا ان تدخل في هاد القضية حتى لا تتم اعادة يعني تكرار هاد الاخطاء اللي مازال كنشوفوها. اكيد الاستاذ المديمي ما غيسكتش على حقه، اكيد الاستاذ المديمي اللي غيرفع شكاية ضد هاد العصابة الحمزاوية في القريب العاجل بعد ما توصل فعلا بمعلومات غاية في الخطورة كتخص هاد الحمزاوي، اكيد انها غتدخل لودايا كباقي المتهمين اللي كانوا تحكموا ينادوزوا العقوبة ديالهم، والآن راهم عايشين حياة عادية. فهنا كنشوفوا التناقض في هذه الأحكام، خصوصا الأخت ديالها اللي كانت تحكمت في نفس التاريخ وفي نفس التوقيت، وكنشوفوا يعني هاد الطماطل وهاد الانحياز لهاد المغنية. وأكيد هناك المسؤول كما ذكرت اللي هو كيدافع عليها دائما وابدا، وهي فرحانه. وصراحه حنا بغينا حق هاد الناس المظلومين المكلومين بخصوص هاد الحساب حمزه موم بيبي، وبغينا يرد الاعتبار للناس ويتنصفوا من طرف المحكمه. اخواني اخواتي، حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، في انتظار ما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.